السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. خلال المسيرة المليونية بصنعاء، القوات المسلحة تعلن بدء المرحلة الرابعة من التصعيد باستهداف سفن العدو في البحر الأبيض المتوسط. وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد بتوسيع دائرة استهداف السفن المرتبطة بكيان العدو الصهيوني إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي بيان تلاه ناطق القوات المسلحة خلال المسيرة المليونية التي شهدها ميدان 70 عصر اليوم تحت شعار وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار، قال العميد يحيى سريع: نتابع تطورات العدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية ضد منطقة رفح. وأضاف: نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار. قال العميد سريع بأن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، معلنا بدء مرحلة استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تضالها أيدينا. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنه إذا اتجه العدو الإسرائيلي لشن عملية عسكرية عدوانية على رفح فسنفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لا علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت. وقال: سنمنع جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن وجهتها، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.